دلوقتي مشاهدينا ميعاد موجز لأهم الأخبار مع دينا. شكرا لك شاذلي. الثامنة صباحا بتوقيت القاهرة، السادسة بتوقيت جرينتش. موجز الأخبار من التلفزيون المصري، أهلا بكم. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن القمة العربية الإسلامية في الرياض تنعقد في ظروف استثنائية وأوقات صعبة يعيشها الفلسطينيون في قطاع غزة بسبب القتل والحصار والممارسات اللا إنسانية. وخلال مشاركته في فعاليات القمة، أضاف الرئيس السيسي أن ما يتعرض له الشعب الفلسطيني يتطلب وقفة جادة من المجتمع الدولي، لافتا إلى أن الدعوات الإنسانية تسقط سقوطا مدويا إزاء الأحداث الحالية في غزة. كما شدد الرئيس السيسي على إدانة مصر استهداف وقتل وترويع جميع المدنيين، مؤكدا على عدم قبول سياسات العقاب الجماعي لأهالي غزة من قتل وحصار وتهجير قسري، لافتا إلى عدم إمكانية تبرير تلك السياسات بالدفاع عن النفس. وعلى هامش فعاليات القمة العربية الإسلامية الاستثنائية بالرياض، التقى الرئيس السيسي مع عدد من قادة الدول العربية والإسلامية، حيث أكد الرئيس السيسي ضرورة الوقف الفوري والمستدام لإطلاق النار بغزة دون شروط ومنع تهجير الفلسطينيين وضمان أمن المدنيين. وكان من أبرز القادة العاهل الأردني عبد الله الثاني والرئيس التركي رجب طيب أردوغان والرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي والرئيس السوري بشار الأسد. استشهد عدد من المواطنين الفلسطينيين وأصيب آخرون في غارات شنها طيران الاحتلال الإسرائيلي على شمال ووسط وجنوب قطاع غزة. وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية وفا باستشهاد 9 أشخاص ووقوع عدد من الجرحى في غارة إسرائيلية على منزل في منطقة تل الزعتر شمال قطاع غزة. كما قصف طيران الاحتلال مقر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الذي يأوي نازحين، وذلك في حي النصر بمدينة غزة، ما أسفر عن وقوع شهداء وجرحى. وأفادت وفا باستشهاد عدد من الأشخاص ووقوع جرحى في غارة إسرائيلية على منزل في مخيم الشابورة في رفح جنوب قطاع غزة. تظاهر أكثر من 300,000 شخص في مسيرة تضامنية مع الفلسطينيين بوسط لندن، واندلعت مناوشات بين الشرطة والجماعات اليمينية المتطرفة التي تجمعت للاحتجاج على المسيرة التي نظمت في يوم الهدنة الذي يوافق نهاية الحرب العالمية الأولى وتحيي فيه بريطانيا ذكرى قتل الحرب. ذكرت وسائل إعلام أمريكية أن رئيس مجلس النواب مايك جونسون أعلن عن إجراء تمويل مؤقت من خطوتين يهدف إلى تجنب إغلاق جزئي للحكومة بعد أسبوع من الآن. وينص هذا الإجراء على إنشاء هيكل غير تقليدي لتوفير تمويل لبعض قطاعات الحكومة الاتحادية حتى 19 يناير ولهيئات أخرى حتى 2 فبراير. وأمام مجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريون ومجلس الشيوخ الذي يقوده الديمقراطيون مهلة حتى يوم الجمعة المقبلة لسن تشريع تمويلي مؤقت من أجل استمرار عمل الوكالات الاتحادية بعد انتهاء أمد التمويل الحالي. قال رئيس الوزراء الياباني فوميو كوشيدا إن بلاده تواجه أكبر تهديد أمني لها منذ الحرب العالمية الثانية، وذلك على خلفية تحليقات قاذفات روسية وصينية فوق بحر اليابان. ودعا كوشيدا إلى ضمان المستوى اللازم من الميزانية العسكرية واتخاذ إجراءات حاسمة لتعزيز القدرات الدفاعية لطوكيو. وأضاف رئيس الوزراء الياباني أن بلاده ستبدأ في تطوير الصواريخ لصد أي هجمات محتملة على البلاد. قال رئيس الإدارة العسكرية في كييف إن روسيا شنت هجوما صاروخيا على العاصمة الأوكرانية كييف والمنطقة المحيطة بها لأول مرة منذ 7 أسابيع، كما هاجمت شرق البلاد وجنوبها بطائرات مسيرة. وأضاف المسؤول الأوكراني أن الصاروخ الباليستي الذي أطلقته روسيا فشل في الوصول إلى كييف، حيث أسقطته الدفاعات الجوية أثناء اقترابه من العاصمة، لافتا إلى عدم سقوط قتلى أو مصابين
كما لم تقع أضرارا بالغة. وأعلن حرس الحدود الأوكراني استعادة السيطرة على قرية في شمال شرق البلاد بالقرب من الحدود الروسية. ختام موجز الثامنة، فاصل ونعود لحضرتكم لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر.